عايز اقول لكم بقى ان الارقام في الرياضه مش مجرد بطولات ومباريات واهداف بس. نادي برشلونه الاسباني اعلن احتلاله المرتبه الاولى عالميا للموسم الثالث على التوالي من حيث التفاعل على شبكات التواصل الاجتماعي. النادي الكتالوني حقق 1,376,000,000 اعجاب وتعليق ومشاركات واعاده تغريد على شبكات الفيسبوك وانستجرام وتويتر، وحل في المركز الثاني بعد برشلونه فريق ليفربول الانجليزي اللي حقق 1,291,000,000 تفاعل، وجي بعديهم نادي مانشستر يونايتد في المرتبة الثالثة بمليار و129,000,000 تفاعل، وفي المرتبة الرابعة يوفنتوس الإيطالي ب 826,000,000 تفاعل، وكان المركز الخامس من نصيب ريال مدريد ب 765,000,000 تفاعل. حلو قوي ان لغه الارقام دي يعني تكون في متناول اخبار الانديه وانجازاتها من ضمن الحاجات اللي ممكن الانديه تكون مهتمه بيها، وطبعا دي من ضمن الاشارات او الدلائل على حجم شعبيه الجمهور. لا والجمهور قد ايه كمان بيؤثر في النتائج، يعني صحيح. الجمهور العريض لما تبقى نادي وليك جمهور عريض ومشجعين بهذا الكم اكيد انت لازم هتتصدر دايما رقم واحد. ده طبعا بيفكرني اكيد بينا.